تقوم شركة ناقلات النفط الكويتية بجهود كبيرة وجبارة في سبيل توفير اسطوانات الغاز والطلب المحلي، وذلك وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والجودة العالمية. إلا أن هناك ثمة مشكلة، وهي سوء استخدام بعض المستهلكين لاسطوانات الغاز، وهو ما يشكل تكاليف إضافية تتكبدها الدولة بالإمكان تلافيها إذا تضافرت الجهود. نطلب من جميع المستهلكين إن يعني ياخذ باله على الاسطوانة. الاسطوانة اليوم الدولة قاعدة توفر لك إياها بسعر رمزي، موجودة في أي وقت. مستحيل إنك تروح الفرع وما تلقى اسطوانة غاز، سواء بالأعياد أو حتى يعني ما نبي نذكر، يعني حتى في أيام الغزو لم تقف الاسطوانة على الإنتاج. الاسطوانة كانت موجودة على مدار السنوات اللي طافت كلها. وناشدت الشركة المستهلكين في القطاعين التجاري والخاص ضرورة الحفاظ على الاسطوانات، مؤكدة أن 90% من سوء الاستخدام يكون في القطاع التجاري. المشكلة اللي قاعد نواجهها قاعد تصير مع الاسطوانات اللي تستخدم في القطاع التجاري. الاسطوانات قاعد تنحط في أماكن مفترض ما تنحط فيها، مفترض يكون في لها كابينة مخصصة لها. قاعد نشوف في بعض الأماكن تنحط مباشرة تحت الموقد، وهذا قاعد يسبب لها تلف، بالإضافة إلى الأوساخ سواء من زيوت الأكل سواء من بقايا الأكل. يعني تصور لدرجة قاعد جينا اسطوانات حتى في بقايا طعام عليها، حتى نقدر نشوف مرات عليها قطع من اللحم أو شيء. سوء الاستخدام من القطاع التجاري أو أيضاً بعض المنازل يقصر عمر الأسطوانة. إذا إحنا قلنا الأسطوانة صممت حسب مقاييس عالمية أن يتم صيانتها أول مرة بعد الإنتاج بعد مرور 10 سنوات، فأنا لما أقل 10 سنوات إلى 6 سنوات 5 سنوات، بعض الأحيان تصل إلى سنة، فهذه تكلفة زيادة على الأسطوانة.